وبعد افتتاح الملتقى الحكومي 2017 عقد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام مؤتمرا صحفيا أكد فيه أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يجمع القادة وصناع القرار في حكومة مملكة البحرين لاستعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة الحالي ووضع الخطط والاستراتيجيات للفترة القادمة. واستعرض سعادة وزير شؤون الإعلام جلسات الملتقى وأهدافها لتشكيل منصة تجمع صناع القرار لبحث التحديات وتبادل المرئيات المشتركة لكل ما فيه توحيد الجهود الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. الملتقى الحكومي 2017 يأتي استكمالا للملتقى 2016. مثل ما التقيت معاكم في العام الماضي وقلت ان احنا راح نقيم الملتقى الحكومي 2016 ومن خلاله راح ينطلق هذا الملتقى، ولله الحمد انطلق الملتقى اليوم. والملتقى الحكومي هو ترسيخ لثقافة المتابعة. هناك توجيه دائم من صاحب الجلالة الملك المفدى أثناء لقاءاته مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بأنه نحن ولله الحمد نملك المقدرة على إصدار القرار ونملك الكفاءة الوطنية لتنفيذ هذا القرار، ولكن يجب أن نكون أكثر حرصاً على متابعة تنفيذ قراراتنا والبرامج اللي نلتزم فيها. الملتقى اليوم بدأ بكلمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، ومن ثم تم توزيع عدد من الجوائز على الجهات الحكومية الفائزة في وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المدارس ومجموعة من الوزارات، طبعا وفق معايير ملتزمة فيها جميع المؤسسات خلال عام 2017. تقييم المدارس كان من خلال تقارير هيئة جودة التعليم، والمؤسسات الحكومية من خلال برنامج تواصل. اليوم سيكون هناك عدد من الحلقات النقاشية التي سوف يتحدث فيها عدد من الوزراء المعنيين كلهم فيما يخصه، وتم التركيز في هذا العام على عدد من المحاور المهمة، كان أهمها المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، هناك محور الخدمات والبيئة، إضافة إلى محور التشريعي، وراح يتحدث في خلال هذه الحلقات النقاشية عدد من الوزراء، ومن ثم سوف يتواجدون في هذا المركز الإعلامي للإجابة على كل تساؤلاتكم حول برنامج عمل الحكومة وحول ما تم في هذا الملتقى. بالنسبة للمحور التشريعي، ما في شك بأن الحكومة من خلال التعاون مع السلطة التشريعية تم إقرار عدد كبير من القوانين والمراسيم المحالة للسلطة التشريعية بلغ عددها تقريبا 33 مرسوم بقانون، إضافة إلى 34 قانون من القوانين ذات الأهمية مثل قانون الأسرة، قانون العقوبات والتدابير البديلة، قانون القطاع العقاري، وقانون التوثيق وغيرها. موضوع المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية سوف يتحدث في الوزراء المعنيين حول أكثر من نقطة، أهم نقطة هي موضوع الاستدامة المالية. مثل ما تعرفون الأخوة، اليوم هناك تحديات اقتصادية كبيرة تمر فيها المنطقة، فموضوع تنويع مصادر الدخل هذا موضوع جدا مهم سوف يتكلم فيه الأخوة الوزراء المعنيين بإسهاب، والاستخدام الأمثل للموارد، إضافة إلى موضوع التوازن. إحنا اليوم في مملكة البحرين كبقية حكومات العالم نعمل على تحقيق نقطة توازن بين المصروفات والإيرادات، وهذا إن شاء الله راح يتم خلال الدورات المالية للميزانية العامة خلال الثلاث سنوات القادمة. هناك عدد من المشاريع المهمة اللي التزمت فيها الحكومة وبدأت بالفعل، سوف تستمعون إلى تفاصيل أكثر من الوزراء المعنيين. على سبيل المثال مشاريع النفط والغاز يتحدث فيها معالي وزير النفط، مشروع توسعة تطوير مصفات بابكو أحد المشاريع المهمة سيتحدث عنها وزير المواصلات، وهو مشروع المطار اللي احنا متوقعين افتتاح المرحلة الأولى في 2019،
واللي راح يرفع الطاقة الاستيعابية من المسافرين للمطار من 8 مليون إلى 14 مليون. هناك ما في شك بأن هناك موضوع مهم وهو مشاريع الطرق الاستراتيجية. توسعة شبكة الطرق رصدت لها من خلال برنامج التنمية الخليجية 1.2 بليون دولار خلال عامين، بتحدث طبعا نقلة نوعية في شبكات الطرق، الاستيعاب بالتوسع العمراني اللي احنا نشوفه، وخاصة التزايد الكبير في المركبات. هناك قرار من اللجنة العليا للتخطيط العمراني تم اعتماد خطة حول هيكلية شبكة الطرق في مملكة البحرين مثل ما تعرفون في ابريل 2017. الحلقة النقاشية الأخيرة سوف يتحدث فيها تقريبا جميع وزراء الخدمات، اسكان وصحة وكهرباء وبيئة وشباب ورياضة.